اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف ترندات الاهلي النهارده ايه. يلا. الاهلي يتصدر انديه ترتيب القرنه 21 وده من الصفحه الرسميه لموقع سوبر كور. اما صفحه الاهلي اليوم فكتبت ان نتيجه مسحه حمدي فتحي تحدد مشاركته في مباراه انبي المقبله. اما الحساب الرسمي للمصري اليوم على تويتر فكتب ان فايلر بيعالج اخطاء اللاعبين قبل عوده الدوري. من الحساب الرسمي لموقع يلا كوره على انستجرام فقال ان الاهلي يقترب من التعاقد مع مدير فني اجنبي لقطاع الناشئين. لسه مع يلا كوره المره دي مع صفحتها على فيسبوك ونشرت فيديو عن الظهور المميز لاحمد الشيخ. الكاف كمان احتفل عبر حسابه الرسمي بعيد ميلاد وائل جمعه صخر الدفاع الاهلي. اما صفحه الاهلي اليوم على فيسبوك فنشرت صوره لوليد سليمان 9 سنوات من ابو سليم صفقه العقد.